السلام عليكم طلاب الصف الرابع العلمي. درسنا لهذا اليوم هو العددان المترافقان، ما يسمى بموضوع العامل المنسب بالنسبة لموضوع الجذور. أكو ربط أيضاً هذا الموضوع مع موضوع الجذور. لاحظ الأمثلة التالية، من خلالها راح نحصل في التعريف لهذا الموضوع. لاحظ الأمثلة التالية راح أسويها بشكل جدول حتى أوضح فكرة معينة أريد أوصل إليها. هنا عندي العدد، هنا عندنا مرافق العدد، مرافق العدد كونجوكيت نمبر يسمى باللغة الإنجليزية، هنا السبب. كل مثال راح أوضح السبب لهذا اختيارنا للمثال. المثال الأول هو العدد جذر 3. ما هو مرافق هذا العدد؟ بعدين نكتب التعريف من خلال الاستنتاجات اللي عنده 3 أنواع أو 4 أنواع راح أوضحها على السبورة بالنسبة لهذا الموضوع، بينما بقية المدارس يكتفون مثالين 3 ويخرج عن الموضوع بتعريف بسيط. مرافق هذا العدد هو العدد نفسه جذر 3، لأن عندما نضرب جذر 3 في جذر 3 راح حصل 3 بدون جذر، يعني حصلت عدد نسبي، عدد نسبي. هاي الفكرة الأولى. مثال ثاني، كل مثال نوضحه بطريقة 2 جذر 5 مرافقه فقط جذر 5 بدون الحاجة إلى العدد 2، لأن 2 جذر 5 مضروبة في جذر 5 يساوي لنا، صرنا 2 في 5 بدون جذر ويساوي لنا العدد 10 وهو كمية نسبية بهذا الترتيب. هاي الفكرة الأولى. عددين، ناخذ عدد سالب مثلا، سالب جذر 7، عندنا سالب جذر 7، صرنا سالب جذر 7 في سالب جذر 7، سالب في السالب موجب، جذر 7 في جذر 7 بدون جذر. أتحدث عن الجذور وليست عن الأعداد التخيلية اللي موجودة بالصف السادس حتى الطالب ليس عنده خلط بين هذين الموضوعين. هاي الفكرة الأولى، أخذنا فقط أعداد وجذور بهذا الترتيب. هاي المجموعة اللي تكون المجموعة الأولى، هذا الجزء الأول. الأمثلة الثانية، 2 زائد جذر 3، ما هو العدد المرافق لهذا العدد؟ هو العدد 2 ناقصا جذر 3، عكس الإشارة بينهما، عكس الإشارة بينهما. السبب لأن 2 زائد جذر 3 مضروبة في 2 ناقصا جذر 3، هذا بمن يذكرنا الموضوع إذا الطالب ينتبه، يذكرنا موضوع الفرق بين مربعين، تحليل الفرق بين مربعين. إذا أصل هذا الموضوع هي مرافقات الأعداد في جزئين، لأي عدد مكون من جزئين هي تمثل عندنا تحليل الفرق بين مربعين. راح يصير عندنا هنا نضرب الأول في الأول والثاني في الثاني بدون أن نستخدم الخاصية التوزيعية بهذا الشكل، ومن عندها حصل 2 في 2 4، جذر 3 في جذر 3 يصير عندنا 3 بدون جذر وأحصل العدد 1. هاي فكرة الموضوع. مثال آخر، جذر 5 ناقصا جذر 6 بهذا الترتيب. مرافق هذا العدد هو جذر 5 زائدا جذر 6، عكس الإشارة بينهما. لاحظ إذا كان العدد مكون من جزئين بهذا الترتيب، لأن جذر 5 ناقصا جذر 6 مضروب في جذر 5 زائدا جذر 6 يساوي الأول في الأول الثاني في الثاني، صار عندنا 5 ناقصا 6 ويساوي لنا سالب 1. الإشارة للمطلق الأكبر ونطرح الصغير من الكبير.
مثال آخر، سالب واحد زائد الجذر الاثنين مرافقه هو سالب واحد ناقص الجذر الاثنين. الإشارة بينهما هي اللي تتغير فقط، هذه الإشارة نحط بهذا الترتيب، لأن القوسين عندنا يصير سالب واحد زائد الجذر الاثنين مضروبة فيه سالب واحد ناقص الجذر الاثنين يساوي حاصل ضرب الأول في الأول والثاني في الثاني، السالب في السالب موجب، حاصل ضرب العدد الأول في الأول، الموجب في السالب سالب، جذر اثنين في جذر اثنين يصير اثنين بدون جذر ويساوي لنا سالب واحد. هذه فكرة الموضوع، هذا الجزء الثاني اللي يكون بهذا الترتيب. إذا كان عدد نسبي مكون من مقطعين سواء في عملية جمع أو عملية الطرح. الحالة الأخرى، عدد مكون من بسط ومقام المجموعة ثلاثة، مثلا واحد على جذر ثلاثة، هنا العدد، هنا مرافقه، هنا السبب. العدد الأول واحد على جذر ثلاثة مرافقه جذر ثلاثة على جذر ثلاثة، راح يكون عندنا هنا نستخدم فكرة مقام العدد، نستفاد من عنده مقام العدد هو اللي ناخذ له مرافقة، نفس الفكرة الأولى. راح الناتج يساوي واحد على جذر ثلاثة مضروب في جذر الثلاثة على جذر الثلاثة، خواص الجذور، البسط في البسط، المقام في المقام، صار عندنا ناتج جذر ثلاثة على ثلاثة بدون جذر خواص الجذور بهذا الشكل. مثال ثاني، اثنين على جذر سبعة، سالب اثنين على جذر سبعة مرافقه جذر سبعة على جذر سبعة فقط المقام، الناتج يصير عندنا سالب اثنين على جذر سبعة مضروبة في جذر سبعة على جذر سبعة، البسط في البسط، المقام في المقام، سالب اثنين جذر سبعة على العدد سبعة بدون جذر. إذن هنا حصلنا فكرة ثانية بالنسبة لهذا الموضوع. نكتفي بمثالين، ننتقل إلى الحالة الأخرى بهذا الترتيب. الفكرة الثانية، ضمن موضوع الجذور مثلا الجذر السادس للعدد اثنين مضروبة فيه جذر تربيعي، لاحظ هنا عدد اثنين، الجذر السادس للعدد اثنين، ما هو مرافق هذا العدد؟ هو نفسه الجذر السادس للاثنين للأس، قد هنا عندي؟ هنا الأس واحد، هنا الأس خمسة. هذه الفكرة الثانية للموضوع أيضا. فائدة هذه الفكرة، أولا درجة الجذر وكيفية الحصول على عدد يكون خارج الجذر، راح يكون الناتج هو الجذر السادس للعدد اثنين مضروبة في الجذر السادس للاثنين للأس خمسة، الناتج يساوي أن الجذر السادس للاثنين للأس ستة في حالة الضرب تجمع الأسس من نفس الدرجة للأساسات المتساوية ويساوي الناتج اثنين بدون جذر. هاي فكرة أيضا. طبق عليه مثال آخر، الجذر الرابع، الجذر الرابع للعدد ثلاثة مرافقه هو الجذر الرابع للثلاثة تكعيب، في حالة الضرب تجمع الأسس للأساسات المتساوية، راح يكون السبب عندنا الجذر الرابع للعدد ثلاثة مضروب في الجذر الرابع للعدد ثلاثة للأس ثلاثة، يساوي لنا الجذر الرابع للثلاثة للأس أربعة ويساوي لنا ثلاثة بدون جذر. أيضا من ضمن قواعد الجذور وكيفية الاستفادة من درجات الجذور. الحالة الثانية، الحالة الثانية لهذا الموضوع هي بالشكل التالي، الجذر التكعيبي للعدد اثنين زائدا واحد
ما هو مرافق هذا العدد؟ بمن ذكرنا هذا الموضوع أيضا بنفس الوقت من خلال عمليات التحليل اللي صارت بالجانب. هنا ذكرنا بموضوع الفرق بين مربعين، هنا أعطينا تعريف العامل المناسب بالشكل الصحيح من جذر المقام، هنا ركزنا على فكرة توحيد درجات الجذور، هنا نرجع إلى عمليات التحليل. فمرافق هذا العدد هو العدد بهذا الشكل، مربع الأول عسر الجذر التكعيبي للأربعة عكس الإشارة، الأول في الثاني الجذر التكعيبي 2 في 1 ومربع الثاني. إذا نعمل بهذه الفكرة والفكرة الثانية. هذا الموضوع اللي هسه كتبنا تفاصيله هو عبارة عن تحليل مجموع وفرق بين مكعبين. هذا الموضوع يرجع للأصل، لأن الجذر التكعيبي العدد 2 زائدا 1 مضروب في قوس مكون من الجذر التكعيبي للأربعة أحلل هسه 2 تربيع عكس الإشارة، الأول في الثاني، الأول في الثاني الجذر التكعيبي للعدد 2 زائد مربع الثاني. هذا المقدار ينطيني مجموع فرق بين مجموع مكعبين، هذا يصير عندنا الناتج 2 زائدا 1. عندما نطبق قواعد الضرب خاصية الضرب التوزيعية أحصل من عندها سر مكعب الأول ومكعب الثاني ويساوي الناتج 3. بهذا الترتيب لتكون هاي المجموعة الأخرى، هاي مجموعة أيضا وهاي مجموعة ثانية. أختار أيضا مثال آخر ليكن هذا المثال الجذر التكعيبي للعدد 5 ناقصا 1. ما هو مرافق هذا العدد؟ مرافقه هو الجذر التكعيبي للعدد 25 عكس الإشارة، الأول في الثاني الجذر التكعيبي للعدد 5 زائدا 1. بهذا الترتيب هذا هو مرافق العدد. إذا ذكرنا موضوع مجموع وفرق بين مكعبين ومن عندها نحصل الناتج حاصل الضرب، راح يكون بالشكل التالي: الجذر التكعيبي للعدد 5 ناقصا 1 مضروبة فيه الجذر التكعيبي للعدد 25 نكتبها 5 تربيع عكس الإشارة، الجذر التكعيبي للعدد 5 زائدا 1. هذا الناتج اللي أحصله بالأخير يكون عندنا 5 ناقصا 1. جذر مكعب الأول ومكعب الثاني 5 ناقصا 1 ويساوي 4. إذن هاي الخواص بهذا الشكل. إذن هناك أكثر من صورة كيفية التعريف بالنسبة لهذا الموضوع. يكون التعريف بهذا الشكل: مرافق العدد هو مرافق العدد هو العدد الذي لو ضربت به كمية غير نسبية لتحولت إلى كمية نسبية. هذا التعريف العام، هذا تعريف عام لكل الأمثلة، تعريف بصورة عامة بالنسبة لهذا الموضوع. إذا طالب يسأل في هذا الجزء شنو يكون عندنا تعريفنا لمرافق العدد، نقول هو العدد نفسه بعكس الإشارة بين جزئيه الأول والثاني. في هذه الحالة ما هو مرافق العدد؟ نأخذ هنا المقام نفسه، نضرب بالبسط نضرب به الناتج بالمقام أيضا. في هذا النوع الآخر من الأمثلة نطبق عليه قواعد أخرى من خلال عمليات التحليل اللي درسها الطالب في الصف الثالث المتوسط. هذه فكرة الموضوع بالنسبة لهذا الجزء. زين، نربط هذا الموضوع مع مواضيع أخرى بكيفية الاستفادة من موضوع مرافقات الأعداد للتوصل إلى نتائج صحيحة. مثال بسيط في هذا الموضوع: بسط المقدار التالي، بسط المقدار
التالي. نعم، جذر 21 على جذر 3 هذا الموضوع. كيفية الاستفادة منه؟ طريقتين للحل. الطريقة الأولى الحل السؤال راح الناتج يساوي جذر 21 عبارة عن جذر 7 في 3 على جذر 3 تحليل يعني تجزئة ويساوي الناتج جذر 7 مضروبة في جذر 3 على جذر 3 واختصار من عند الناتج يساوي جذر 7. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية رقم 1. ثانيا فكرة العامل المنسب الجذر 21 على جذر 3 يساوي جذر 21 على جذر 3 في جذر 3 على جذر 3 عامل منسب للمقام الناتج ويساوي صار عندنا جذر 21 في جذر 3 على 3 بدون جذر. زين ينتهي الناتج هنا؟ لا، خطوات أكثر ويساوي الناتج تبسيط آخر. الناتج يساوي أحل العدد 21 أو طالب آخر يقول العدد يرجح تحت الجذر جدا صحيح، صار جذر 7 في 3 تحت الجذر في جذر 3 على 3. طالب آخر يفكر بهذا الشكل جذر 7 في جذر 3 في جذر 3 على 3 ويساوي لنا جذر 7 أو 3 جذر 7 على 3 يختصر ويساوي ناتج جذر 7. إذن هناك أكثر من فكرة في هذا الموضوع كيفية الاستفادة من القواعد. على الطالب مراعاة أي القواعد الأسهل وتعطي نتائج صحيحة هي الطريق الأفضل. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.